بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفرق بين الليد والاوليد. طبعا دي تقنيه في الشاشات، تمام، هنشوفها كتير في الفتره اللي جايه. الفرق كبير جدا بين تقنيه الليد اللي هي اللايت ايميتنج دايود والاورجانيك لايت ايميتنج دايود. زي ما احنا شايفين هنا في شكل الشاشات، هنا هتلاحظ ان الريزولوشن عالي جدا في الاوليد، يمكن اقل منه شويه في تقنيات الشاشات اللي بتستخدم انظمه الليد. طيب ايه الفرق بقى يا باشمهندس بين الليد والاوليد؟ زي ما قلنا الاوليد معناها اورجانيك لايت ايميتنج دايودز، تمام، او بيسموه الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء. هو عباره عن، طبعا احنا عارفين الدايود اللايت ايميتنج دايود هو عباره عن بي ان جانكشن، تمام، بي ان، وبيطلع منها ضوء. يعني انا اصلا باخد فكره الليد دايود وبيطلع بديله تيار كهربي اي، تمام، وحسب التيار الكهربي بيطلع لي شده الاضاءه الخاصه بهذا الليد. ده بيتكون من الداخل من طبقات انبعاث كهربيه متكونه من سين فيلم، او بيسموها من فيلم، او طبقه رقيقه، تمام. دي عباره عن مركبات عضويه بينبعث منها الضوء. زي ما قلنا هنا بيطلع التيار الضوء الخاص بالليد بناء على شده التيار اللي داخله. يبقى هو عباره عن ليد، بس انا بديله طبعا تيار بيطلع منه شده اضاءه. الطبقه اللي بتسبب فيه عمليه الانبعاثات الرئيسيه هي عباره عن طبقه من المركبات العضويه. يبقى انا عندي تقنيه الاورجانيك، تمام، الاورجانيك لايت ايميتنج دايود او الاورجانيك ليد. طبعا هو زي ما قلنا التعريف الاصطلاحي بتاعه الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، وده عباره عن طبقه عضويه رقيقه بتتحط او توضع بين قطبين ناقلين للكهرباء. من الاخر الميزه في الاوليد عن الليد كمنبع للضوء بيكون ان كل بيكسل، زي ما احنا عارفين اي شاشه كده بنقسمها احنا، تمام، صفوف واعمده، التقاطع بين الصف والعمود اللي هو الجزء ده، تمام، في اي شاشه بنسميه البكسل. هنا بيبقى كل بكسل له القدره على اصدار ضوء ذاتيا من تلقاء نفسه، تمام، وده هو الاختلاف الرئيسي الخاص بالاورجانيك ليد عن الليد العادي. طبعا ايه مزايا الاورجانيك ليد؟ زي ما قلنا مهم جدا التحكم بكل بكسل بمفرده، دي اهم خاصيه في تقنيه الاوليد، التحكم في كل بكسل ايه بمفرده. طبعا الميزه الثانيه او الميزه الاولانيه ان هي شاشات صديقه للبيئه. طبعا شاشات الاوليد بيحصل فيها التباين او الكونتراست العالي، وبالتالي بيبقى واضح شده السطوع او الاضاءه زي ما شفنا كده في الصور، واضح جدا في الصور هنا، تمام، الاضاءه العاليه او الكونتراست اللي باين في درجات الالوان، غير الليد العادي زي ما احنا شايفين في الصوره. فبيقول لي هنا فالتباين هو الفرق بين المناطق الساطعه طبعا ده تعريف الكونتراست او التباين، شفناه في تعريفات كتير قبل كده. شاشات الاوليد هي بتعمل لي سطوع عالي، تمام، السطوع بتاعها بيبقى عالي، والاهم منها ان قدرتها على عرض سواد مطلق ومثالي، ميزتها بتتميز جدا في اللون الاسود، لان كل بيكسل يضيء ذاتيا، لذا فالمناطق السوداء من الصور ستكون فعلا سوداء، لان كل بيكسل موجود في تلك المناطق سيكون مطفئا عمليا. ميزه الشاشات الاوليد ان فعلا الاسود بيبقى مطفي اصلا، وبذلك تكون شاشات الاوليد هي الافضل دون منازع في عمليات الكونتراست او التباين. طبعا الكونتراست او التباين هو اللي بيبقى ليه ارتباط وثيق بمين؟ بجوده الصوره. طبعا الحاجات بتاعت الاوليد او الاجزاء بتاعتها بيبقى بالكاد ملحوظه عدم حاجه شاشه الاوليد لمنبع ضوئي خلفي. طبعا هنا لا احتاج الى منبع ضوئي خلفي، تمام، لان كل ليد بينور مع نفسه. فبالتالي شاشات بتبقى يعني الذرات او الجزيئات بتاعت الليد نفسها مش ملحوظه، وبالتالي بتبقى بتديني خفة في الوزن وتديني رقة في الأداء بتاعها من شاشات ال LCD، تمام. طبعا الشاشات دي بتبقى بدأت زي ما قلنا كده في شركات بدأت تشتغل على الأوليد وبعد كده غيرت،
وبعد كده اشتغلت على الليد العادي، وبعد كده الناس رجعت تاني تشتغل على الليد. الميزة في الأوليد برضو إن المشهد بيكون من جميع الزوايا، تمام. طبعا من مساوئ شاشات ال LCD محدودية مجال المشهد، إن أنا أقدر أشوفها من زاوية واحدة بس أبقى عمودي عليها، تمام. أما الشاشات بتاعت ال OLED بتبقى أقدر أشوفها من كذا زاوية. مشكلة ال OLED يا شباب، ال OLED أسعارها يعني مقارنة بالليد العادي مرتفعة، فيها بتطلع مقاسات محدودة، يعني مثلا مقاسات 55 بوصة، 65 بوصة، 77 بوصة في الشاشات الخاصة بالأوليد. طبعا المستوى هنا مستوى السطوع بتاعها في حال وجود نسبة تباين متميزة، فبيبقى مستوى السطوع تمام ليه ليميت محدود عن الشاشات الليد العادية. المهم ان احنا اتعرفنا النهارده على مصطلح او على نوع من الشاشات اللي بنسميها الاوليد، الاورجانيك لايت اميتنج دايود، ودي ليها ميزه كبيره في قصه التباين وبالذات في اللون الاسود، وهي مستخدمه كتير جدا في شواحن مثلا السيارات الكهربائيه في الشاشات بتاعتها، وده اللي احنا خلانا نتكلم عن الليد والاوليد في هذا الكورس الخاص بالالكتريكال فيكلز او السيارات الكهربائيه. أشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.